مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة علي صيد المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال بيج بلاغ العلامة علي صيد. أصدقائي وأعزائي، هذا الفيديو توضيحي يخص سبب أن نخلي المخالف قفص صغير لغرض التخريج مالتنا، ونقصد المخالف البرية. نزلت أنا البارحة منشور يخص انه البلابل شلون نعالج تغريدها اذا قل، واكو بعض الاصدقاء شافوا المخاليف مالتنا اللي خاصه بالتخريج البريات، شافون القفص صغير، فاكو البعض قال انه هذا خطيه تخلي بهذا القفص صغير، اكو بعض قال السبب ليش انت خاله بهيك قفص صغير. صديقي وعزيزي، انا اليوم صورت لكم الاقفاص من حلالي ما شاء الله، هاي الاقفاص بس للشغل، يعني انا هسه هاي غرفه خاصه بالشغل. شوف الاقفاص عددهن، يعني مو ما عندي اقفاص وخليت المخاليف بهذا القفص صغير، هاي الاقفاص هسه اللي تشوفوها قدامكم بس للشغل، يعني افرد بيها البلابل، اعزل بيها البلابل، وعندي الاقفاص الخاصه مالتي بالبيت اكثر من 5-6 اقفاص. فاني القصد من اخلي المخلف بقفص صغير مثل هذا الحديد اللي شفتوه انه بيها غايه، وهي اول شغله انه البلبل المخلف هذا وحشي يتحرك هواي، بحركته هاي الهواي الطير راح يضعف، راح يكون من راح يضعف راح يتعب، من يتعب يمرض. فاحنا نخليه بقفص صغير حتى تقلل الحركه مالته، وحتى يظل محافظ على السمن مالته وعلى الحجم مالته، ما يتاذى وما راح يضعف نهائيا. هذا اول سبب. السبب الثاني، احنا اي معلومه ننزلها مبنيه على التجربه، انا جربت العام خرجت بقفص كبير، احنا ما نقول ما نجح التخريج، نجح بس اكو بعضهم ما نجح وياهن. حللنا الموضوع والمشكله، السبب انه لانه القفص كبير. احنا اليوم جربنا هاي الموسم جربنا الاقفاص الصغار، لا اشوف ان احسن، وراح اثبت لكم هذا الشيء من راح اصوركم المخاليف اللي جاي اشتغل بها على تخريجها، وراح تشوفون شلون اخذت لغات حلوه لانه القفص صغير. هذا القفص صغير قليل التفاصيل، البلبل راح يركز تركيزه كله على السمع، يعني شنو يسمع البلبل الشيحكي الطور الابي اللي احنا خاليه اذا نخرجه عليه. هذا البلبل من قفص صغير وتفاصيله قليله راح تركيزه يتوجه بس على السمع، ما راح يشوف منا العبات وما راح يلعب وما راح يتحرك، فراح يسعد تركيزه كلش على التغريد. هذا السبب الثاني. السبب الثالث، مثل ما قلت لكم انا اخرج البريات ما اخرج الاليف، البر شويه يكون اقوى بالتغريد، يكون شويه اذكى بالتغريد، فهاني هذا لانه بري اخليه بقفص صغير الطير راح يركض اسرع مما القفص كبير ويظل يتحرك به ويحس بحريته انه يظل بري. فالقفص الصغير يخلي الطير يركض اسرع، هذا السبب الثالث. والسبب الرابع والاهم، احنا اليوم حبسنا هذا المخلف مثلا شهرين ثلاثه اربعه بنفس القفص حتى نخرجه، لما نجي نفرد حتى نسمع، احنا شغلنا كملنا انه تخريجه ونجي نفرد، راح نفرد بقفص كبير، من راح يدخل القفص البلبل هذا صغير، من راح يدخل القفص هذا الكبير راح يحس اكو تغير، راح يفتح كل طاقته مال التغريد، يعني لان اكو تغير صار بحياته، انه شلون البلبل نقول ارتاح او 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 اكو يعني حصل على مكان حلو كبير، من راح يحصل على المكان البلبل راح يطلق طاقته كلها وراح يغرد، وبنفس الوقت انه خلص من المكان الصغير، فالبلبل راح يطلع لك فشي كلش حلو لما راح تجي تخليه بالقفص الكبير، راح يعني راح يصير عنده تغير كبير. بالنهايه البلبل ماكو مشكله تخليه بقفص صغير، اهم شيء انك انت تعتني بنظافته، اهم شيء تعتني بتغذيته، اهم شيء تحافظ على امانه، اهم شيء توفر له جو مناسب، هذا الاهم، مو اهم انه تحبسه بقفص صغير او كبير. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو، وتحياتنا لكم.